مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بسهرة جديدة من سهرات برنامج لمتنا أحلى. مثل كل ليلة منكون معكم من بيروت الساعة 9 بتوقيت غرينتش من الأحد للجمعة. هدى حتشاركني بتقديم هالحلقة. مساء الخير يا هدى. مساء النور ريما. أكيد بدوري بوجه أجمل وأطيب التحيات لكل المشاهدين اللي قرروا أنهم ينضمونا على مدار ساعة من الوقت بحلقة مميزة وأكيد ضيوف مميزين. هدى بهالحلقة رح نحكي عن دراما رمضان، خاصة أنه نحن على بعد أيام قليلة من نهاية الشهر الفضيل وصارت الصورة واضحة بالنسبة لمستوى الأعمال الدرامية اللي قدمت خلال هالشهر، مع ضيفين لهما باع طويل في مجال التأليف والكتابة وحققت أعمال نجاحات على مدى سنوات. مرحب بالكاتب والمؤلف عمر سمير عاطف. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. وأيضا نرحب بالكاتب والمؤلف سامر رضوان. أهلا وسهلا فيك. سعد مساء كريم. سعد مساء. نورينا في برنامجنا أكيد سامر رضوان وعمر سمير عاطف. حابين نعرفوكم البداية على لمتنا اللي ما تكملش من دون فرقة موسيقية بقيادة زياد سحاب. كل سهرة موجودين معنا. كمان عندنا الشيف يحضر لنا أشهى الأطباق ودائما في طبق مميز من يديك. يعطيك العافية شيف. لا فيكي شكرا. وما ننساوش فقرة من الإنشاد الديني من غناء المطرب المصري علي الهلباوي، بالإضافة للإعلان عن اسم الفائز في مسابقة التلفزيون العربي الرمضانية بنهاية الحلقة. وكما تعودنا ريما بالبداية دائما قبل ما نبدأ حوارنا مع ضيوفنا المميزين، خلينا نشوف احنا وياكم مشاهدينا تقرير من سلسلة تقارير العادات الرمضانية، وهالمرة باش نمشيو للقدس. نشوفوا تقرير ونرجع نتابعوا حلقتنا. يا رفع السماء يا باسط الأرض اجعلنا من عتق شهر رمضان، أنت خالق الأكوان. أنا أخذت هذا التراث الإسلامي، التراث العظيم، أخذت هذا التسحير عن أبوي يعني، وإلى 15 سنة في هالتراث هذا الإسلامي. زي ما أنتم شايفين إحنا من يعني بنتميز في الزي هذا، في الزي الإسلامي السوري الفلسطيني. أول ما بديت يعني في مسار حياتي، يعني أول سنتين في مسار في حياتي لما بلشت أنا أبلش أسحر، كنت أتواجه يعني أتواجه في من المشاكل من اليهود وغير اليهود، لأنه كان هذا إشي بالنسبة لهم غريب. لما تفاجئوا إن إحنا عمالنا بنسحر كل سنة بين سنة بين سنة، يعني قدروا الأمور هذه والحمد لله حتى الآن يعني فيش أي مشاكل معهم. زي ما أنتم شايفين بسحر ومن الأولاد الصغار والكبار مبسوطين طبعا. يا محمد يا رسول الله استغفر الله. بسمع صوته رأسا بطلع بطعمهم تمر هو الشباب، وشغلة إنها حلوة وعادة حلوة، بتحس إنك أنت عايش بجو إسلامي ورمضاني وإشي كتير رائع يعني. استغفر الله. عمالي بعلمهم شوي شوي لهذا الجيل على التراث هذا الإسلامي. اولا يحيى ابو نجمه في هاي اول سنه يعني من هالسنين بيسحر معي، كان اخوي يعني يسحر معي 4 سنين. محمد البزلميت اللي هو ابن اخوي له معي 4 سنين في هالتسحير هذا، وصلاح البزلميت هذا برضه ابن عمه، هنا عمال بعلمه ان شاء الله. اجعلنا من عتق شهر رمضان يا سيمين الصوت. قبل 10 سنين ما كان في مسحراتي، ما كان في أشياء كثيرة يعني، عمالة أنا بتطلع في هاي السنة كثرة المسحرين والحمد لله فيها أجواء حلوة، جميع المناطق في مسحراتي. قولوا لا إله إلا الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. كان شفنا هالتقرير عن القدس وعن المسحرات، هذا التقرير الثاني اللي بيقطع معنا هدى بالبرنامج عن القدس عن العادات برمضان. استاذ عمر، كان معنا ضيوف من مصر ولما سالتهم تغيرت العادات كلهم اكدوا انه لا، العادات بمصر ما تغيرت حتى رغم الحداثه ورغم كل هالتطور. لا، ورمضان طبعا يعني من الشهور اللي يعني ليها عادات راسخه يعني عندنا. يعني في حالة كده بتحصل في رمضان، أظن حتى في كل العالم أو في كل البلاد العربية أو كل البلاد الإسلامية
بس في مصر بيبقى يعني العائلات بتقرب من بعض اكتر، بيبقى فكره اللمه على الفطار دي يعني بتقربنا. ممكن طول السنه عيله ما تكونش قاعده تتغدت مع بعضها ولا مره، ففي رمضان تقريبا بيبقى مستحيل ان هم ما يقعدوش كل يوم مع بعض، فكل ده طبعا بيبقى مختلف. بيقعدوا بالافطار وبعدين بيحضروا مسلسلات. انت بعكس، ما بتحضر مسلسلات ابدا، هذا شيء غريب يعني. لا انا في رمضان ما بتفرجش على مسلسلات، بتفرج عليها بعد كده يعني. حتى تقييمها مظبوط، ظروف شغلي مثلا، ظروف الحياه، خصوصا السنه دي كمان الليل قصير جدا، فمش يعني يا دوبك الواحد بيفطر بعد شويه بيبص بيلاقي خلاص يمرق الوقت، ما بنحسش فيه، الوقت بيمر بسرعه جدا، فما بلحقش اتفرج على مسلسلات. لكن في اعمال واعده جدا، وخصوصا هنحكي عن الاعمال بالتفصيل وعن العمل اللي انت حضرتك كتبته. لما نقول دائما ريما رمضان اكيد بنقول زخم في الاعمال الدراميه. سامر، شو هي الاعمال اللي حضرتها لها السنه؟ يعني في عدد من الأعمال، بس قبل ما نقول شو في مجموعة توصيفات نقدية لازم نحكيها. بتصور ك يعني فتوح للكلام، العمل الدرامي هو سلعة أنتجت لتباع مرة واحدة، إذا بيعت مرتين هذا حسن، إن قيل فيها كلام جيد فهذا حسن جدا. بمعنى نخطئ كثيرا عندما نعتقد أن المنتج يمتلك نفس الإحساس الذي نمتلكه بالنسبة للدراما. الدراما بالنسبة للمنتج هي سلعة تم استثمارها في هذا السوق وانتهى مصيرها، وسنشهد ذات الأزمة في الموسم القادم وذات المشكلات مع تغيير أسماء وعناوين المسلسلات. في هذا الموسم تابعت عدد يعني لا بأس به من الأعمال، سأقصر حديثي ربما على الأعمال التي تمتلك بريقا ما. يعني في، أنت برأيك في أعمال درامية سورية احتلت مراتب متقدمة، ولا حسب ما بيقول البعض أنه الدراما السورية هالسنة لم تحقق النجاح المطلوب؟ حتى أعمال نبتدي منين الحكاية ومسلسل أحمر اللي كان فيه على مشاهدة كبيرة لم ترقى للمستوى المطلوب، هل أنت مع هالقول ولا أنه الدراما السورية بخير رغم كل الأحداث اللي قطعت؟ لا أنا مع التعاطي بمنطق أكثر رحمة مع الدراما السورية. بلد كل ما فيه في نكبة، التجارة في نكبة، السياحة في نكبة، الأمن في نكبة، الكهرباء في نكبة، الخدمات في نكبة، فكيف تطالب فنا لا يمتلك نكبة مماثلة؟ يعني بمعنى أن ننظر إلى الأزمة السورية على أنها جزء من الأزمة الدرامية. لما قبل الأزمة الدرامية كانت الدراما السورية حاضرة وبألقها، الآن تتعرض لحصار شأن يعني باقي قطاعات الفن وقطاعات الحياة في سوريا. بالتالي أنا ماني مع هاي الأحكام القاسية بأنه هذا موسم الخيبة يقول البعض. طب الموسم الماضي ما كان موسم الخيبة، يعني في عنا عمل واحد كان السنة الماضية أو اثنين، والسنة عنا يعني عمل أو اثنين. المشكلة في المنتج، المنتج الذي يرى أن استثماره في هذا القطاع هو استثمار لأجل تحصيل كم من الدولارات وصحافة وإعلام وعلاقة مع النجوم. إذن المشكلة الأساس في اللعبة الدرامية هي المنتج الدرامي، أما تحميل يعني كل ما يحدث من نكبات لصناع الدراما، أنا بتصور لا، لازم نتعاطى معهم بعين يعني فيها رأفة أكثر. أنا بس عايز أوضح حاجة هنا مهمة جدا بعد إذن حضرتك. يعني كان في قبل الأزمة السورية وقبل الأحداث السياسية الأخيرة كان في اتجاه لوضع الدراما المصرية والسورية في مقارنة أو في منافسة، هو كان في مواجهة مش يعني كويسة. يعني أنا شفت مرة برنامج كان على قناة الجزيرة فيما أذكر، يعني إن هم جايبين رجل أو مخرج سوري وناقد مصري وقاعدين تقريبا بيشتموا بعض. بس أستاذ عمر يعني كون نحن صريحين، الدراما السورية تفوقت بفترة زمنية على الدراما المصرية، يمكن هلأ هالسنة اختلف الوضع. أنا عايز بس، أنا راجل برضو مانيش، أنا مش ناقد ومش راصد للتفوق، لكن أنا ما ببصش للموضوع كده خالص. أنا ببص للموضوع إن إحنا لما تعاوننا مع بعض في أعمال كتير جدا، يعني فنانين من سوريا وفنانين من مصر، سواء كان العمل إنتاج سوري أو مصري أو حتى مشترك، كانت النتيجة في صالح المشاهد. أنا من مصلحتي كدراما مصرية إن يكون في دراما سورية قوية. لا جدا، إن ما ينفعش إن يبقى الفن ما يعترفش بالقمة اللي هي المدببة دي اللي ما بيقفش عليها غير واحد. لا طبعا، هو في حاجة اسمها يبقى في مطرب واحد بس أو ممثل واحد بس وفيش غيره؟ مفيش حاجة اسمها كده. وكل ما كان منافسينه أقوياء كل ما هو يعني ده دفعه لأنه يبقى أحسن. فطبعا احنا عايزين ما نبصش الموضوع من الزاوية دي إطلاقا، إن مفيش إطلاقا
اي نوع من انواع الـ 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 مثلا احنا عايزين الدراما السوريه طبعا تزدهر وطبعا تبقى كويسه، لان ده هينعكس علينا برضو بشكل ايجابي. طيب بالنسبه يعني للدراما يعني المصريه، اسف للمقاطعه، نقبل بسايكس بيكو سياسي لكن لا نقبل بسايكس بيكو فني. اكيد. طيب بالنسبه للمستوى للدراما المصريه، البعض بيقول انه هالسنه كان في جوده عاليه، بين 2011 ل2014 شهدت شوي نوع من التراجع، السبب برايك؟ المشاهد بيوجه للعمل الدرامي سواء سينما او مسرح او اذاعه او تلفزيون ثلاث اسئله: انت بتحكي لي ايه، بتحكيهولي ليه، بتحكيهولي ازاي. فشوفي قد ايه الحكايه مهمه. فلما ابتدى يظهر جيل من السيناريستات والكتاب المتخصصين في الكتابه التلفزيونيه الموهوبين اللي عندهم حاجه يضيفوها لهذا المجال، ابتدى يحصل هذا الازدهار. احنا النهارده او في اي وقت ممكن نشوف عمل مصروف عليه كويس جدا، في معارك، في اخراج عظيم، لكن القصه بتاعته سيئه، فيبقى العمل سيء. نص والاساس انا بنتكلم على اعمال. انا شفت اعمال ملحميه، يعني كان في عمل ملحمي من 3 4 سنين انا ما قدرتش اشوف منه حلقتين، بالرغم من انه هو كان مصروف عليه ببذخ وكان في احسن ممثلين، لكن كان في عيوب في الكتابه او في الحكايه اللي بيحكيها للناس، فده اثر فيه. فالنهارده عندنا مجموعه او جيل كبير ممكن نسمي جديد. يعني مين السيناريست اللي لفت نظرك؟ في ناس كتير جدا، في مريم نعوم، في تامر حبيب، في محمد المرادي، في وائل حمدي، في عامل شغل كتير حلو، يعني ناس كتير. انا مش عايز انسى حد، لكن كله جيل. محمد رجاء راضي، بلال فضل، محمد رجاء برضو السنه دي كاتب فوق مستوى الشبهات بتاع يسرى، السيناريست اشتغل معايا وانا عارفه، يعني عملنا مع بعض اعمال مشتركه قبل كده، وموهوب جدا. فكل دول مجموعه كبيره، عمر ما حصل في تاريخ الدراما المصريه ان كان في هذا الكم من الكتاب الكويسين او الجيدين. رح نشوف مكملين اكيد حديثنا معكم، بس خلينا بس نشوف الشيف شنو اللي حضرنا اليوم. شيف مساء الخير. اليوم عامل لكم عصير كتير طيب، عصير النعنع، نعنع طبيعي مطحون ومصفى، حاطط معه مربعات مانجا كتير طيبه. لازم نشوف اذا ضيوفنا يحبوا العصير. على مسؤوليتك. طيبه على مسؤوليتك. شكلهم طيبين بس بالتاكيد مندوق. شكرا. Thank you شيف. رح نرجع نحكي هو سمر على الدراما السورية. صحيح أنه الدراما السورية تجاوزت خيبة 5 سنوات من الصعوبات الإنتاجية والتوزيعية، وإنما في تراجع كبير بالكم والكيف، يعني 30 عمل مختلف. صحيح. سوري، كيف بكم تقييمهم؟ صحيح. يعني بالعود على بداية الحديث، المشكلة في الصانع الذي منه تبتدأ العملية. المنتج يبحث عن أقل تكلفة ممكنة، فبالتالي يبحث عن كاتوب ولا يبحث عن كاتب، لأن الكاتب يمتلك يعني مواصفات ما وأجر مختلف عن أجر الكتاب الذين توجهوا للتلفزيون مباشرة. وأنا شخصيا لا أؤمن بكتابة تنشأ بعلاقتها الأولى مع التلفزيون إن لم يكن هناك تجربة كتابية سابقة للتلفزيون. أتصور بأن معركة من يخوض يعني تجربة الكتابة أصعب بكثير. الآن المنتج إذن هو من يبدأ هذه العملية. إذا استكتب نجارا أو حدادا مع احترامي لهذه المهن سيكون يعني هناك المنتج خيبة. هو أساس العمل، هو البداية، وبالتالي هو اللي الأمور الثانية بالنسبة للمؤلف، هو البداية، حتى الممثلين اللي بكمان فيما بعد. يعني عناصر المطبخ الدرامي يستطيع مخرج ذو عقل ناضج أن يديرها بمهارة، لكن إذا كان الأساس الذي تبني عليه هذه طيب. أستاذ عمر كان عم بشير لنقطة لما كنا عم نحكي عن المنافسة بين الدراما السورية والدراما المصرية، وأنه يمكن هذا لصالح الدراما بكلا البلدين. نحن هلأ بعصر الأعمال المشتركة، أو حتى الناس عم بحطوا لها مصطلح سلبي، الأعمال الهجينة حتى يطلق عليها. هل هذه الأعمال لصالح الدراما أو لا؟ هو قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك، أنا بس كنت عايز أختلف معك في نقطة صغيرة جدا، أو حتى أستوضح منك حاجة. تفضل. في فكرة يعني حضرتك قلت إن السيناريست بيكتب للتلفزيون أو أول بدايته إنه كتب للتلفزيون على طول، ما بيبقاش ناضج أو بيبقى أنا مهمته صعبة. أصعب مهمته صعبة، لكن هو في الحقيقة أنا يعني شايف إن التلفزيون في العالم مؤخرا
ده العصر الذهبي للتلفزيون يعني يعني انا ما عم دين الكتابه للتلفزيون اسف عشان انا فهمت ان هو المفروض يبقى له خلفيه ادبيه او مسرحيه او كده قبل كده يعني على الاقل له نشاط كتابي سابق للتعاطي ممكن. مع التلفزيون العصر الذهبي اللي عم تشير اليه استاذ عمرو في العالم كله يعني في نحن هلا بهي الفتره طبعا مش بفتره الثمانينات والتسعينات لا 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 خالص ازاي النهارده في هاوس اوف كاردز وجيم اوف ثرون وحاجات يعني جباره بقت بتنافس السينما وبقى نجوم السينما بينزلوا يعملوا مسلسلات في العالم ده ما كانش بيحصل قبل كده خالص فاحنا دلوقتي في الجيل الذهبي للتلفزيون سواء عربي بس كانت اعمال يعني دايما احنا نقارن يعني اسف يعني ذكر مجموعه اعمال ايه بغايه الاهميه بس يعني احنا عم نحكي عن اعمال اجنبيه خلينا نحكي شوي عن يعني اعمال المصريه بالعوده ليصب لكلامي يعني فضل يعني هاوس اوف كاردز او جيم اوف ثرونز او بريكنج باد هي اعمال عظيمه قاد منتج في البدايه وقرر ان يصرف عليها لا انا مش مختلف مع حضرتك في الحته دي فعلا بس المنتج السؤال اللي حضرتك بتتكلم هل ينطبق هالشيء على العمل الدراما العربيه ما هو الدراما العربيه هل هي في عصرها الذهبي ولا لا اظن انه على الاقل في مصر على الاقل في مصر لكن المنتج اللي حضرتك اتكلمت عليه موجود طبعا المنتج اللي هو عايز يخلص بسرعه وعايز يصرف اقل ده موجود لكن برضو احيانا الواحد بيلاقي ناس عندها استعداد تغامر زي على سبيل المثال اقول لك اللي انتج مثلا افراح الاوبا مثلا 100% احنا بدنا هدول الاستثناءات بالضبط كده احنا بدنا نعول على هدول الاستثناءات لصناعه ولكن ما جاوبتني على سؤالي انت مع الاعمال المشتركه هل المستوى اللي عم بيتقدم ممكن معالجه دراميه صحيحه اذا كانت الدراما بتتطلب ده انا شفت قريب مسلسل كان سوري مصري وكان اظن كان بطوله كثير اسمه ياسر جلال تقريبا كل الاعمال اللي عم نشوفها هلا صارت اعمال مشتركه ما فيش اي مشكله بس احداثه كانت بتدور في سوريا هو حب واحده من سوريا مع مش فاكر الممثله كانت مين يعني اللي من فتره من 3 4 سنين كده وهي سافرت مع مصر فاذا الدراما كانت بتتطلب ده يبقى ليه لا ممكن يكون في عمل تاريخي بيحكي عن حقبه مثلا اذا كان السياق الدرامي انه يتطلب هالشيء بس اوقات عم نشوف نحن خلطة غير متجانسة يعني نحن حكينا في أكثر من مرة بالنسبة للدراما ممكن تعدي إذا كانت متوظفة بشكل سليم يعني إذا كانت متوظفة بشكل يعني في فيلم مثلا مش عايز أضرب مثال معين بفيلم سينما معين كده يعني في حادثة خارقة للعادة يعني واحد بيقول لك واحد يطير طب وريني عادي مفيش مشاكل لو أنا شفته بيطير فعلا والخدعة كانت محبوكة بشكل جيد يبقى تمام يبقى كويسة فأنا ممكن أعمل دراما مشتركة بين مصر والسعودية وسوريا و بس في الآخر متوظفة إزاي ومتنفذة إزاي وطلعت بشكل أصدقه أو أحس فعلاً إنها مظبوطة داخل السياق الدرامي يبقى ما فيش أي مشكلة إذن يعني هي الأمور نسبية نظراً للمعالجة الدرامية والسياق الدرامي اللي بيكون موجود شو رأيكم نسمع شوي زياد؟ يعني حابين نسمع شوي موسيقى زياد شو حاب تسمعنا؟ نروح لمصر أنا قلبي إليك ميال
حتى الاختيار في الأغنية كان كتير موافق، حتى الاختيار يعني مشترك، يعني فايزة أحمد غنيت الأغنية بالمصري وهي مش مصرية، سورية. مش نرجع نحكي المعلومة دي، أنا مش لا لأنه كل الناس فكر أنه فايزة أحمد تعرفها ونسيتها خالص من كتر ما هي يعني لا لانه كان المطربات من زمان في اتقان للهجه المصريه، يعني فريد الاطرش وغير هيك، هي الموسيقى العربيه اللي صارت بهيداك العصر صارت على ارض مصر، بس هي هي موسيقتنا العربيه طبعًا يعني طبعًا كهويه موسيقيه حتى ساهم فيها حتى بالشعر بيرم التونسي تونسي فؤاد حداد لبناني العظيم نجيب الريحاني ابو المسرح عراقي لا ده عندي مصلحه يعني هو ده الفكر زياد ما عنده مصلحه هو صحيح ده الفكر اللي يعمل ازدهار فني ان احنا نتعاون مع بعض ان احنا ندي فرصه للموهوب ايا كان دينه او جنسه او بلده لازم ده الفن ما بيعترفش بالحاجات دي او بهذه الحدود الوهميه او هذا هو باش يكون حديثنا سامر على ظاهره النجوم الكبار، يعني اليوم لما يكون نجم كبير بعمل معين هذا الشيء بيجذب اكثر الجمهور له اكيد بدون شك، يعني عندما يكون هناك حكايه مصنوعه بمهاره ومخرج قابض على كل عناصر العمل الفني هو بحاجه نجم دون شك محبوب من قبل لتتابع مصير الحكاية التي يقولها، لكن ليس بالضرورة أن ينجح النجم في استقطاب الشارع في كل موسم إذا لم يكن هناك ركائز حقيقية ومتينة يعتمد عليها. نص طبعاً. نص. هاتون ممكن المسلسل يكون نجح بفضل النص والنجوم الموجودين فيه من الصف الأول. هلا شوفي مسألة نجح أو غير نجح مسألة أنا ما بمتلك يعني أنا ما بحسن أمتلك. قرار الفصل فيها وما في عندنا استبيانات حقيقية حتى تقول نجح أو ما نجح. نحن فينا نقول أنه الأعمال اللي تابعناها شو اللي استهوتني أنا، يعني عم بحكي عن مزاجي النقدي وربما مزاجي الكتابي، يعني أنا الشكل الكتابي اللي بيتساوق مع الطريقة اللي ببني فيها عملي ممكن حبه أكثر من الأشكال. انكسرت تقريبا ظاهرة النجم الأوحد بالأعمال الدرامية، لا الدراما بالعكس البطولات الجماعية يعني عم بتحقق نجاح، يعني جراند أوتيل حقق نجاح كبير مع أنه النجوم منن بالصف الأول. خلينا نبلش أستاذ عمر بالترتيب، يعني حسب الترتيب التقييم اللي عم بنحكى عنه، أفرح القبة بالمرتبة الأولى، جراند أوتيل المرتبة الثانية، وونوس. خلينا نحكي أنه بشكل عام شو رأيك بهالعمل؟ هو أولا أنا طبعا ما تفرقتش لسه فمش قادر أحكم، لكن أنا برضو عايز أعرف المرتبة الأولى حضرتك قيمتيها على أساس مثلا نسبة المشاهدة عن القصة ولا فنيا؟ لا ريتنج هلأ فنيا حتى النقاد عم بيشيدوا فيه. لا الريتنج، لا الريتنج بقى بيثبت أن فكرة النجم لسه مسيطرة بشكل أكبر بكثير جدا من أي حاجة تانية، يعني الأسطورة أكيد رقم واحد طبعا، عادل إمام أكيد رقم اثنين أو ثلاثة يعني حاجة كده. فالنجم طبعا مهم، لكن أقدر أقول لك إيه الميزة في التلفزيون بقى أكتر من السينما العربية حاليا، إن التلفزيون بيستوعب أشكال مختلفة ممكن أجرب فيه، ممكن يبقى فيه تجريب أكتر بكتير جدا من السينما. يعني حضرتك ما تابعت بس أستاذ سامر تابع طبعا، لكن أفرح القبة أنا متأكد إنه عمل عظيم، عمل عظيم. أنا البطولة الجماعية موجودة، يعني التلفزيون ادالها الفرصة وأثبتت نجاح، لكن مش معنى كده أنها قضت أو حلت محل فكرة البطل، لا. يعني والنوس ده بداية هو مسلسل عظيم اكيد ومكتوب بشكل رائع، لكن بدايه يحيى الفخراني يعني الناس كمان كان كتير التيمه رائع. الفلانيه او كده لا قالت احنا نروح نتفرج على مسلسل يحيى الفخراني، يبقى اذا حتى حضرتك بتضربي مثال بمسلسل. طب عمرو يوسف يعني اكيد شاب محبوب وعنده نجوميه، ولكن منه بمستوى يحيى الفخراني ولا تمام. بمستوى نجوم مثل عادل امام مثلا فدخوله اصله المستوى الميزان لا انا هي النقطه، يعني انه النجم الاوحد وجهه يمكن ميزان اخر ممكن انه يعمل يعني الكلمه الادق بتصور انه تاريخ بالضبط، يعني مشان ما نظلم يعني نجم نجوميه عمرو يوسف طبعا موجوده ومؤثره، بس قد لا تكون بحجم نجوميه يحيى الفخراني بحكم الزمن وبحجم الاعمال السينمائيه والتاريخ، وده حاجه طبيعيه. نعم حضرتك تقصدي تقولي ايه اللي شجعه ان هو يعمل بطوله جماعيه؟
لا يعني شايفين ملاحظين احنا بهالعام انه الدراما البطولات الجماعيه عم بتحقق جماهيريه يعني طبعا. جراند اوتيل لما حقق ما كان حدا متوقع انه يحقق كل هالنجاح كويس لان انا ممكن نرجع على موضوع النص ولا انا ممكن اديكي خمس ست امثله بطولات جماعيه ما حدش شافهم او وحشين جدا صحيح. طب هلا بنرجع بنحكي عنه بس خلينا نحكي عن افراح القبه تبعته طبعا. شو رايك عناصر القوه واذا في عناصر ضعف فيه؟ شوفي بجوز احكي يعني رايي يعتبروا البعض شوي خارج عن الإجماع العام. أفراح القبة هو عمل مصنوع وأكاد أزعم بأنه خلال العشر سنوات الماضية لم ترقى تجربة لفكرة التجريب اللي تفضل فيها قبل شوي أستاذ عمر. في تجريب ذكي جدا وفي تدخل من قبل السيناريست بالرواية الأصل بطريقة فيها يعني تقترب من الدهشة لانه لم يؤخذ من الروايه الاصل الا 20%. لا هيك نسمعنا هيك لا لكن هناك يعني هناك شخصيات حاضره في المسلسل سنيه عليه بدريه اشرف شبندي هي شخصيات ليست موجوده في الروايه الاصل و يعني تحمل اجمل المصائر والارتفاعات الدراميه. هذا يعني بأن السيناريست وهنا يعني أهمس همسة أن يعني أيادي محمد أمير راضي واضحة في هذا النص مع أن على التتر مكتوب نشوى زايد. الذكاء في صناعة بداية هذه الشخصيات ومن ثم الانطلاق إلى عوالم يعني فيها دهشة كما أسلفت. وأداء الممثلين؟ أداء الممثلين يعني هناك ممثلين كبار. هناك الأستاذ جمال سليمان، الأستاذ إياد نصار، السيدة منى زكي، والسيدة صبا مبارك عم يقدموا أداءات مدهشة الحقيقة. هلا بجوز الأستاذ جمال حتى اللحظة موضوع اللهجة يعني رغم كل الإشادة بأدائه لكني بعدها موجودة لكن يعني أنا ما بعرف قد إيه بأثر يعني على أنا حكيت عن هذا الموضوع لأنه يعني عم ينحكى بالشارع اللكنة. مجرد القبول بموهبة كبيرة وطاقة كجمال سليمان في عمل مصري ينبغي أن يتواطأ الجمهور على أن هذا ممثل سوري يؤدي شخصية باللهجة المصرية. فإذا يعني لا ينبغي أن يكون صيادا لمسألة الأكسنت أو طريقة إجادة اللهجة المصرية. رغم ذلك يعني أتمنى من الأستاذ جمال كيعني قامة سورية نفتخر فيها ونعتز فيها أنه هي مسألة اللهجة ما هو عم بياخذ تدريبات كتير مثل ما مرة خبرنا بس ما عم تزبط لكن هو يؤدي الشخصية كان عنده أدوار. أنا شفت بعد إذن حضرتك أنا شفت مشهد من لجمال سليمان في أفراح القبة فهو فعلا اللكنة السورية باينة فعلا أكيد ده ديفو أكيد يعني ولكن ما بيقلل أبدا من قيمة أدائه حتى طب ما يعمل شخصية أنه هو سوري وخلاص. طيب خلص لا الحلقة أستاذ بيدير المسرح طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نتابع هالحوار الشيق مع ضيوفنا يعني فاصل ونعود مشاهدين مش تصيد لا مرحب فيكم من جديد مثل كل ليلة بنسترجع معكم ذكريات رمضان مع تقرير من سلسلة ذاكرة التلفزيون العربي ومنروح لحتى نتابع تقرير اليوم عن مسلسل ليالي الحلمية. مسلسل ليالي الحلمية يعتبره البعض ذروة الدراما العربية ومن أفضل الأعمال التي رصدت التحولات الاجتماعية في التاريخ المصري الحديث على مدار خمسة أجزاء في إطار اجتماعي شيق ومثير. ما يتنسيش مسلسل ليالي الحلمية خاصة العمدة سليمان غانم. مساء الخير. مين؟ حبيبي؟ تدور أحداث المسلسل حول الصراع بين شخصية سليم البدري الذي قدم شخصيته الفنان يحيى الفخراني الشخصية الأرستقراطية ابن البشوات. أما طرف الصراع الثاني فهو العمدة سليمان غانم والذي جسد شخصيته الفنان صلاح السعدني عمدة قرية ميت أبو غانم. السلام عليكم يا سليم بيه. انت عايز ايه بالظبط يا راجل؟ انا فاكر يعني المسلسل ده للحلميه علشان العمده وعلشان كان كل شويه والله يا نظاظه كنت بحب الكلمه دي منه عشان كان ابن بنتي يقربني يقول لي كل شويه انده انا اقول انا كمان يا نظاظه. هاتي شويه ميه جاتك المصايب اصلا شريقت. سلامتك من الشرق يا سلمونتي.
شارك في المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين المصريين زاد عددهم على 300 ممثل. والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة، وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية. أما الإخراج فللأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، والذي يعد لقاؤه بالسيناريست أسامة أنور عكاشة بداية تدشين مدرسة جديدة للدراما المصرية. لو أني ما بتفرجش دلوقتي على المسلسلات الجديدة، بس بتفرج عليه هو لما بيجي وبيعدوه بتفرج عليه ودور عليه على القناة واتفرج عليه صراحة. أعمال حفرت في الذاكرة واستقرت في ضمائر الشعوب التي يجرفها الحنين إلى الماضي. من أهم ما قدمت الدراما المصرية مسلسل ليالي الحلمية من الأعمال اللي حفرت بالذاكرة. سامر، قبل ما نحكيه عن الجزء السادس اللي هو مع مؤلف جديد أكيد والإخراج، شنو تتذكر من ليالي الحلمية من الأجزاء الخمسة؟ أتذكر الأجزاء الخمسة يعني من الأعمال الدرامية الخالدة في تاريخ الدراما العربية وليس المصرية، ويعني كتبها كاتب عظيم والراحل أسامة أنور عكاشة، وأخرجه الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، وكل عناصر بناء هذا المسلسل كانت مدهشة. من شارة ميشيل المصري اللي كمان فنان الكبير وأشعر سيد حجاب، مرورا بممثلين كبار يحيى الفخراني وصلاح السعدني وممدوح عبد العليم وهشام سليم وأثر حكيم، يعني نذكر بعضها. هذا المسلسل أسس لفهم البيئة المصرية والتحولات السياسية لما حدث في مصر، يعني عمل عظيم. هلا أنا مش راح أترك الحديث أستاذ عمر، أكيد هو أقدر مني على الحديث عن الجزء السادس، لكن أنا بتصوري هذا اعتداء بكل ما تحمل الكلمة من فضاء على إرث أسامة أنور عكاشة وعلى إرثنا نحن. يعني لماذا تعتدي علي من أجل حفنة قروش؟ لا تستطيع أن تقدم بنية درامية مماثلة للبنية الدرامية. أضف أن الشرط الزمني تغير، يعني لحظة التلقي في بالألفينات والتسعينات مختلفة عن الآن، فكيف تريد أن تسيء لهذه الجوهرة والتحفة الفنية بجزء سادس؟ يعني طالما أنه نحكي عن الجزء السادس، يعني البعض بيقول أنه ما بقي من ليالي الحلمية هو بس تتر المسلسل، أشياء تانية ما كانت لفتة للانتباه، حتى غياب الممثلين اللي ذكرهم أستاذ سامر، أيضا كمان يعني عنا صلاح السعدني، يحيى الفخراني، في عنا الله يرحمه ممدوح عبد العلي، يعني في عناصر غابت، وبالإضافة للكاتب الأساسي كمان الله يرحمه أسامة أنور عكاشة. ماذا بقي من ليالي الحلمية؟ وليه هل كان المحاولة لإعادة إحياء شيء مثل ما عم بيقول أستاذ كمان سامر أنه كان لازم ينتهي، بطل هاي المتغير غير موجود؟ لا، لو حضرتك يا استاذ سامر عندك مثلا انتقاد للجزء السادس فطبعا قوله، لان انا ما اتفرجتش على الجزء السادس، لكن انا ممكن اتكلم على مبدا هل يبقى في جزء سادس ولا لا، يعني دي الحته اللي ممكن اتكلم تماما فيها. وانا يعني حديثي عن هاد عن هاد يعني عن عن انه مشروع ان 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 نستثمر جزء سادس لهذه الجوهره. بالظبط، ده سؤال بقى. السؤال ده انا شايف على المشروع ان احنا نستثمر نعمل جزء سادس وسابع وثامن وتاسع، انا شايف ما عنديش. طيب تعال رأفت الهجان، شو بيشكي؟ لا، تعال نعمل له جزء رأفت الهجان. قصة حقيقية يعني كانت لها بداية ونهاية، وان كان طبعا اقول لك حاجة، لو هي قصة مؤلفة ممكن جدا يبقى لها اجزاء خلاص، لكن انا بتكلم على ليالي الحلمية اللي اتعملت خمس اجزاء السابقة. وسام انور عكاشة نفسه شخصيا قال انا ما عنديش مشكلة ان سيناريست تاني يجي يكمل. هل السيناريست اللي كمل ده وفق او ما وفقش، ده حاجه تانية. انما احنا بنتكلم دلوقتي على مبدا، انا ما احبش اتعامل مع الاعمال الفنيه على اساس انها نصوص دينيه او حاجه مقدسه. مش نصوص دينيه يعني، مين عارف واحد يعني هل افهم عمر واحد بيقول يدعو الان الى الاعتداء على كل الجواهر الدراميه السابقه، هل وان ياتي ايا كان يكتب سيناريو؟ لا انا ما بقولش كده، مش الخمس اجزاء موجودين؟ طيب حضرتك اتفرج عليهم. الجزء السادس ده ما تشوفوش وحش. ما تشوفوش خلاص، ما حصلش حاجه. واحد واحد هو ده الفهم والله. واحد جه قال انا صوتي احسن مثلا من عبد، بس استاذ عمرو هي المشكله وين؟ انه يعني لازم كانت تبقى صوره ليالي الحلميه بذهننا مثل الاجزاء الخمسه، يعني ما كان لازم هالتشويه اللي صار. ما تتفرجيش على الجزء السادس ترى؟ لا ما في بدل، كمان اتفرج على الموسم الدرامي كله. ليش؟ لا احنا تعبانين من انه عم يتقدم رديء يا استاذ عمرو.
لا يعني انا ليش مزعوجين احنا؟ انا ما اقدرش احجر على واحد بيقول انا هجرب، واحد بيقول انا عايز اجرب اعمل جزء سادس من الليالي الحلميه. انا لسه ما اتفرجتش على فكره، انا دلوقتي لسه ما اتفرجتش على الجزء السادس. انا عم بحاول يكون كتير دبلوماسي. انا ده رايي على فكره وكتبته. على فكره احنا دخلنا في يعني مش معركه، ولكن كان وجهه النظر دي كانت وجهه نظري واعلنتها اثناء قبل حتى ما يكتبوا اول حلقه من الليالي الحلميه. انا رايح اعمل راجل وست ستات هلا بس يا باشا. انا اصلا مشيت وسبت كتاب شانين يكتبوا. طالما انه انت كثير سوري ريما، نفس الشيء بالدراما السوريه كمان بالمواسم السابقه، يعني بنشوف تفوق بالاعمال البيئه الشاميه وبالاعمال التاريخيه، وهلا في تراجع كمان في باب الحاره عم تنعاد اجزائه. هلا باب الحارة البيئة الشامية كلها عم باب الحارة مو شغلي أنا، لكن ينبغي أن نتحدث عن الموسم الدرامي السوري. هناك انخفاض في السوية بشكل عام، لكن بالأعمال التاريخية بالأعمال ما في أعمال تاريخية. العمل واحد اللي هو سمرقند، وما فيك تقولي أنه عمل سوري، المنتج غير سوري، يعني في ممثل نجمه الأستاذ عبد فادو السوري وما تبقى يعني خارج الحسبة. لكن في عنا عملين مهمين. العمل الأول هو الندم، تأليف الكاتب السوري الكبير الأستاذ حسن سامي اليوسف، وإخراج المخرج أيضا الكبير الليس حجو، مع نجوم كبار باسم ياخور وسلوم حداد وغيرهم. هذا عمل مصنوع بمهارة، مصنوع بمهارة، لأن هناك روائي قرر الكتابة إلى التلفزيون، صنع رواية جميلة متقنة، جاء مخرج أيضا ممتلك لكل أدواته، فخرجنا بعمل لنا ملاحظات عليه، لكن هذه الملاحظات لا قيمة لها أمام أننا نشاهد عملا محترما ويحاول أن يبني علاقة. لا بعدين ده حضرتك بتتكلم على عمل موجود السنة دي. نعم ده يستحق كل التحية أن هم بيشتغلوا في الظروف دي. صحيح حاجة تماماً. عظيمة جدا تماماً. ونتمنى للدراما السورية أنها ترجع وتزدهر تاني طبعا. بتشكرك. العمل الثاني مأخوذ أيضا عن الرواية، لكن لم يحظى بمتابعة. ربما هناك خلل يعني في بعض عناصر التمثيل، اللي هو عمل أيام لا تنسى المأخوذ عن رواية خالد الحسيني، وأخرجه أستاذ الفنان الكبير أستاذ أيمن زيدان. بتصور أنا العملين هن اللي يمكن أن يناسبوا متلقي تواق إلى مادة درامية محترمة. ما تبقى هناك حكاوي معقولة، هناك صناعة معقولة، لكن بتصوري أنا وهذا رأيي شخصي لم يرتقوا إلى مستوى هذين العملين. راح نكمل حديثنا، بس خلينا نشوف الشيف هيك وين صارت التحضيرات. شهلنا منيح اليوم، عاملين لكم سحور كتير طيب. عنا خبزة محمصة عليها صلصة حبق مع زيت زيتون، وبدنا ندوقكم اليوم اللبنة والجبنة اللبنانية. عنا شنكليش مع لبنة معزة مخلوطين مع بعضهم، مشكوكين مع بندورة كرازية، حاطينهم مع ورقة حبق. والأطيب من هيدا كله عاملين مكدوس باتنجان أنا كبسون مع فليفلة حمراء وشوية جوز وزيت زيتون، مفرومين على طرف كل الصحن. وهيدا هو سحورنا لليوم. هذا فينا ناخد شيء على البيت أو هم عاملين يعني طالما عم نحكي بعدنا على الدراما السورية، خلينا شوي نقسم بالنسبة للكوميديا. نحن عمل تاريخي ما كان فيه نظرا ما في أساسا إنتاج. الكوميديا وين اليوم يعني بشهر رمضان؟ الكوميديا في عنا ثلاث أعمال يمكن أن تحسب على الكوميديا. العمل الأول هو مسلسل الطواريد من كتابة الأستاذ مازن طه، وفي عنا مسلسل بقعة الضوء أخرجه أو بدون ما نفوت بتفاصيل. والعمل الثالث هو عمل اسمه سليمه وحريمه. هلأ ليش وكيف وشلون صار هذا مسلسل؟ عبد المنعم عمايري. هذه الأعمال هي التي يعني ذهبت باتجاه الكوميديا، وفقت في أماكن لم توفق في أماكن أخرى، لكن يعني ليست كعمل مثلا الدكتور ممدوح حمادة في العام الماضي، عمل اسمه ضب الشناتي مكتوب بمزاج كوميدي ذكي. الأستاذ مازن طه حاول جاهدا أنه يصنع من قصة قصيرة مسلسل، لكن يعني 30 ساعة تلفزيون من قصة قصيرة سيقع العمل بمطب التطويل أحيانا أو مطب الافتعال. لكن هو عمل بذل فيه
محمد حداقي وأحمد الأحمد جهود ممتازة، إضافة إلى تيسير إدريس وعبد الهادي الصباه وقاسم ملحو، يعني أسماء الحقيقة مقدمة جهد تمثيلي جيد بهذا. طبعا أنه بعدنا بإطار المجال الكوميديا، كيف كمان ما تابعت ولكن أنه بالنسبة للأعمال اللي قدمت بشكل عام وحضرتك أنا قدمت أكثر من عمل لساتكم. عملت راجل وست ستات وتمر وشوقية والعيادة وجوز ماما ما عم نشوف شيء جديد منك. المشكلة في رمضان، العرض الرمضاني عندنا في العالم العربي وفي مصر بيحط حدود للمسلسلات اللي لها أجزاء، يعني حتى لو مش مسلسل كوميدي أو حتى التجربة الجديدة. يعني أو أنا دلوقتي عملت الستكوم ده مثلا فاستمر لمدة 4 سنين، في السنة الخامسة كان في 62 مسلسل جديد نازلين والناس أكيد عايزين يتفرجوا عليهم. يعني لما تامر وشوقية بتقدم لخامس مرة أو رابع مرة فالناس راحت عامله زي احنا اتفرجنا خلاص بقى كفايه مهما كان كويس، فهو عنده اعمال جديده بتنزل لاول مره عايز يتفرج عليها. ففكره ان المسلسلات كلها مكدسه في شهر رمضان ده بيقضي على حته انها ممكن تستمر اكتر من 10 سنين و12 سنه وكده، يعني باستثناءات قليله. في استثناءات قليله لده بره، ممكن تلاقي مسلسل زي ذا سيمسونز مثلا مستمر اكتر من 28 سنه. في مسلسل دروكي شو استمر 13 جزء. ليه؟ لأنه مش مرتبط بشهر معين، هو بيجي حلقة في الأسبوع، إنما لأن احنا كل الأعمال بنعرضها في رمضان فبيجي في لحظة معينة ممكن محدش يتوقع هي إمتى بالظبط، المشاهد بينصرف على مشاهدة الأعمال اللي شافها مرة واثنين وثلاثة واربعة دي ويتفرج على الجديد. فعشان كده فكرة الأجزاء ما بتستمرش كتير في رمضان، هي مشكلة. لكن العرض برمضان ممكن كمان له سلبيات بالنسبة بدنا للمتنى. بدي أعمل يعني مداعبة مع الأستاذ فضل عمر قبل ما أروح عند زياد تفضل لأنه يعني أنت ذكرت مفردة لازم نضبطها شوي مفاهيميا، يعني أنه الحديث عن طبيعي الحديث عن الأستاذ جمال سليمان أنه يعني مو ضابطة، طب يعطوه شخصية سوري أو بلاش. أرجو ألا تفهم شو فينية مصرية، لأنه المصريين يعني فاتحين دراعاتهم للجميع. لا لا أقول ما المانع أنا دلوقتي ما المانع أنا دلوقتي بمثل واحد سوري ما ينفعش لكنيتي تبقى غلط. أنت بتقول هيك، لكن إذا كانت طاقات هذا الممثل لا لا كنا مبسوطين على العمل تناسب هذه الشخصية ما المشكلة. ما طيب المسرح انا اروح على المسرح وتشوف حدا عميقته الحدا، انا متواطئ كجمهور صح بانه انا اقبل هذه الحكايه لانها حدثت تمام جدا. طيب شفت النزعه السوريه بلشت. لا لا, 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 لا ابدا ابدا انا هرد على حضرتك بس كمل. طبعا اتفضل. هو يعني انا شايف انه ممثل عظيم، انا شخصيا احب ان انا اشتغل معاه جدا جدا طبعا، لكن الدور واحد مصري عنده مسرح، فلما يكون في غلطه في لكنه وان كان انا برضو المسلسل انا ما شفتوش ولا عايز اتكلم عن اعمال لزملاء والكلام ده، لا انا احنا بنتكلم على فكره عامه، فكره انا ممثل بمثل دور شخصيه من بلد تانية فلازم اتكلم زيها بالظبط. طب بس ما اقدرش. لكن هل هو بيمثل كويس ولا لا؟ استاذ جمال بالنسبه لنا ممثل عظيم، وحتى لو كان في عنده لكن استاذ عامر نحن بنحبه كثير ونوجه له تحيه. خلينا نروح عند زياد تفضل. ام يا مصري مصري دايما ني ليت
زياد يمكن كان لازم نحط لك فهد بلان او لا لا هو بحب غازي فؤاد اول مره. هلا نحن هدى حنعلن عن اسم الفائز بمسابقه التلفزيون العربي الرمضانيه، بنقول مبروك. خلينا نقول بن عوف محمود من الجزائر. مبروك لبن عوف. نحن انت لانه انا عندي مشكله بالاسماء المغربيه، فانا قلت لها تفضل. سلمت يا سكي. بن عوف محمود من الجزائر. أكيد هلا بنتابع المسابقة تاعت اليوم. أهلا فيكم معنا فوين رح نفطر. كل يوم رح نقدم أكل شهية من أحد البلدان العربية. فيكم تحذروا وين رح نفطر اليوم؟ ورمضان كريم. اربح $1000 يوميا للاشتراك، اختر الاجابة الصحيحة على موقعنا العربي.tv/competition. سيتم اعلان الفائز يوميا على الهواء في برنامج لمتنا احلى في منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. سؤال الحلقة. وصلنا ريما لفقرتنا اليومية وأنشودة دينية مع المبدع علي الهلباوي. مساء الخير علي. مساء النور. يعني شو بدك تسمعنا؟ الله ربي ناصر ومعين. تفضل. يلا. بالعباد ضالا
حق باللسان مبين سبع مساني والكتاب منزل من الوحي جبريل وثم والفضل عم الكائنات بأسرها فهداه بالرحمات للثقالين للعالمين بيوم حشر نوره يسعى لجنات شكرا علي الهلباوي شكرا للفرقه الموسيقيه زياد سحاب شكرا لك شيخ شكرا استاذ عمرو كل التوفيق مسلسل شهاده ميلاد بطوله طارق لطفي أشكرك. طبعا عم يعرض حصريا ولكن نتمنى انه ينال حقه بعد شهر رمضان باذن الله. استاذ سامر امتى اطلق الرصاص 2017 اطلق الرصاص يعني صار في هيك بس حنشوفه السنة الجاي ولا لا؟ لا رح نشوف عمل تاني عمل تاني ممكن نعرف اسمه يلا حنختم رح يكون اسمه شيفرة شيفرة نعم. بطولة؟ لا بطولة بكير طيب خلص اوكي لكن مسلسل شيفرة لأستاذ سامر رضوان حنشوفه العمل الثاني حيكون الموسم القادم بإذن الله كل التوفيق مشاهدينا نتمنى نكون هالحلقة نالت اعجابكم الى اللقاء